السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة فيديو جديد بعمل لكم ان شاء الله. النهاردة الصيادية، صيادية السمك دي، سمكة دراج زي ما انتم شايفين، سمكة بحر ابيض او بحر احمر. تمام، انا النهاردة دلوقتي هنضفها لكم طبعا من شيء الزعانف كده. الناحية التانية كده بنقص الديل، تمام، نقص الخياشيم، ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما نضفنا السمكة ونضفنا قلبها خالص من الدم اللي بيبقى ينعون. أهم حاجة عرق الدم اللي بيبقى موجود هنا ده شال ويتنضف كده كويس. بعد كده هنبدأ إن احنا نجزل السمكة. تمام، هنقطع السمكة ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما قطعناها اهون، دي الجزل زي ما انتم شايفين، سمكة جميلة جدا جدا، جربوها هتعجبك جامد. المهم المقادير، بقية المقادير اللي معانا خلاص، احنا قطعنا السمك. هنجيب بصلة زي ما انتوا شايفين كده ونقطعها تقطيع صغير خالص، بصلة واحدة بس صغيرة يعني. تمام، وشوية زيت وننزل بيهم بقى في الايه على النار. انتظرونا يا جماعة. ادي يا جماعة البصلة اهي قطعناها في شوية زيت وبنقلبهم كده، نفضل معاهم لغاية ما تتحمر. وعلى الجانب الآخر على طول هنحط شوية مية على النار يسخنوا لحد ما نخلص. تمام، تمام، ما نضيفش البصل اي حاجه، هو البصل بس بيتحمر كده مع نفسه، بيتكرمل على الايه مع الزيت على النار بس كده. طبعا يا جماعه البصل اهي بتتحمر اهي، بس احنا مكملين معاها يعني. تمام، طبعا لازم على طول التقليب كده المستمر عشان ما تتحرقش او ما يتحرقش من جنب وجنب، عشان تستوي كلها من ناحيتين. الدرجة دي يا جماعة، الدرجة دي بقت كده ايه كويسة جدا جدا. اول لما الدرجة دي تلاقوها تبدأوا بقى توطوا النار وتضيفوا البهارات. هقول لكم البهارات هي ايه. دي البهارات بتاعتنا يا جماعة، اول حاجة عندنا معلقة ملح اهو، ونص او ربع معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، سنة فلفل اسمر، واربع ورقات او 3 ورقات لورا. تمام، نقوم على طول رميينهم فين؟ في الحلة مع البصل بدون توم ولا اي حاجه. شايفين يا جماعه السمك وحلاوته وجماله؟ ادي السمك بتاعنا اهو اللي هنشتغل بيه، وادي البصله بعد ما حطينا عليها البهارات وحطينا عليها تقريبا 2 كوباية ميه، وهنستنى لما تغلي وتاخد غلوه كده وتقلب معانا ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا جماعه، ادي الميه بتغلي اهي وتمام، خدت الغلوه التمام. اهم حاجه اللون والريحه طبعا. ممكن ايه نبقى نسيبها تاني او نسيبها شوية يعني 5 دقايق تغلي كمان عادي براحتنا يعني. تمام، نبدأ بقى نعمل ايه، ننزل السمك على المية. نبدأ بقى ننزل بالسمك كده بالهداوة واحد واحد عشان السمك ايه مكسرش مننا. طبعا لازم نكون غسلينه كويس. بس كده كده يا جماعة الرز اهو على النار على شوية بشوية زيت، مفيش أي حاجة، هنجيب بس من المية بتاعت السمك اللي على السمك ومصفية كده عشان البصل ينضيف. حط كمية الرز اللي انت عايزينها، وحط العيار بتاع الرز مية من مية السمك وبس كده. تمام، وهنرجع لكم تاني. شوفوا يا جماعة حطينا شوية المية، غمقوا على طول الرز كده. السمك اهو قرب يخش في السوا، احنا مش بنحط ملح، احنا حاطين ملح بس في السمك، بس هي معلقة الملح دي خلاص، معلقة نص معلقة صغيرة ملح هتحطها هنا وتاخد المية من هنا، يبقى كده تمام. تمام كده، ادي السمك اهو قرب يخش في السوا، السمك بياخدش وقت كتير على النار يعني.
ممكن مثلا من 10 دقايق لربع ساعة تلاقي السمك استوى، بس ينزل في مية مغلية. ورجعنا ليكم يا جماعة بعد ما خلصنا، وادي السمك وادي الرز، وعملنا سلطة، جبنا لفت وقرنبيط وزيتون أخضر وزيتون أسود مخلل، وادي الشوربة الجميلة بتاعتنا، وادي الطبق التاني بتاع الرز. وصفة سهلة ومش هتاخد وقت خالص، وجميلة جدا جدا جدا. جربوها على طريقتي، طريقة بورسعيدية أصيلة. السلام عليكم.